طيب خليني أبدأ أنا بمجموعة من الردود وهترك لزميلي معالي وزير المالية ومعالي وزير الاستثمار باقي الردود. خلينا نتكلم على اللي حضراتكم قلتوه، طبيعة اللي بيحصل في المنطقة، وإن كلنا لا نتمنى أن يعني الموضوع يتحول إلى حرب إقليمية، ولكن لازم نكون جاهزين لكل السيناريوهات. والحقيقة إحنا شغالين على هذا الموضوع بمنتهى القوة، تأمين سلع أساسية لفترات طويلة، وده أكيد حضراتكم بتتابعوا سواء للقمح، المنتجات الأخرى، السلع الرئيسية، تأمين حتى احتياطيات فيما يخص الوقود، والتأمين كل احتياجات الدولة من الكهرباء. ولكن يعني اللي احنا بنقوله النهاردة، من الوارد إن الموضوع يزداد صعوبة، وبالتالي لازم ناخد إجراءات أخرى يعني استثنائية في هذا الموضوع. احنا بندعو الله ان الموضوع ما يوصلش لهذا الشأن، لكن على قد اللي احنا بنتكلم فيه حتى هذه اللحظة الدولة قادرة على كل الحمد لله تأمين احتياجات الدولة بما يضمن استمرار عجلة الاقتصاد وعجلة النمو وكل الإجراءات اللي احنا بنعملها. ولكن زي ما قلنا احنا أعلنا عن خطة إصلاحية واضحة واتكلمنا عليها من فترة، ان احنا بنتحرك ازاي في تدرج أسعار لبعض الحاجات زي الوقود والمنتجات البترولية، ودي خطة احنا اعلناها واضحة جدا. حتى مع يعني لازم ناخد بالنا ان كل الزيادات اللي عمالة تحصل احنا برضو دي حتى هذه اللحظة احنا مستوعبين الارقام ومحطوطة ضمن خطة الدولة، وبالتالي ما عندهاش تأثير في الزيادات اللي احنا واخدين اجراءاتنا فيها. لكن من الوارد لو الموضوع بقى قفز لارقام كبيرة جدا، لازم نبدأ كلنا بقى ناخد بالنا ان هيبقى محتاجين اجراءات ترشيد، ترشيد حقيقي في يعني حركة السيارات وحركة الموضوعات، لان الموضوع ده ممكن يفرض علينا ان نشوف ارقام عمرنا ما شفناها في حياتنا في اسعار البترول. فلازم عشان كده نبقى واخدين بالنا احنا كمواطنين نفسنا ان حركتنا حتى هتبقى لازم ان احنا كلها تبقى بحساب. انا بدي يعني اقصى قدر من السيناريوهات السيئة ممكن تبقى وصلت ايه، ان احنا نبقى واخدين بالنا ان هنبقى عندنا احتياجات او عندنا كميات معينة احنا كدولة هندبرها، ونبقى كلنا بنتعامل في فترة معينة على قد هذا الكلام. انا بفترض اقصى درجات يعني السيناريوهات لازم نبقى واخدين بالنا منها، نصل الى هذه الدرجة من التخطيط لازم كلنا نبقى نقولها واحنا بنتكلم بشفافية. لكن الاهم احنا الحمد لله حتى هذه اللحظة عندنا رؤيتنا وعارفين كويس قوي قدراتنا، احتياطياتنا النهارده شهور، وده كان بعض الناس بيقولوا هو انتوا ليه بتعملوا الاحتياطيات بالشهور دي؟ ليه بتعلنوا عن المناقصات بحجم كبير؟ وبعض مره اتقال لنا انتوا ليه بتتكلموا في القمح بانكم عايزين 3 مليون وشويه والكلام ده كله؟ انا بعلن خطه سنويه وبتحرك فيها تحسبا لهذا الكلام. النهارده الحمد لله انا عندي النهارده من الاحتياطيات اللي تتجاوز الخمس شهور ونص من القمح، في وقت ان النهارده طبعا الحصاد هيبدا من ابريل، فالنهارده بنعمل الاجراءات واعلنا عن اجراءات تشجيع للفلاحين ان هم بيزرعوا القمح عشان يزودوا الكميات ونقدر ان احنا نعتمد على نفسنا. كل ده احنا بنشتغل فيه بخطه متوازنه علشان نضمن كدول وكحكومه ان الامور مهما حصل من سوء اوضاع وتحديات نبقى مستمرين والدوله موجوده ومستمرة بندبر كل شيء والمواطن ما يشعرش بأزمة. إنما لا قدر الله بقى لو تفاقمت المواضيع لأرقام عمرنا ما شفناها، بنرجع بقى لفترات حروب أنا يعني يمكن أغلبنا ما عاشهاش، هنضطر نبقى فيه ساعتها ننظر إلى إيه اللي ممكن يتعمل. لكن كل ده معمول حسابه وإحنا بنتحرك فيه في هذا الشأن. بالتأكيد احنا ما يخص ان كل الخطوات اللي احنا اعلنا عنها وبالذات في اصلاحات الضريبية، وايضا الجزء اللي يعني اعلن عنه السيد وزير الاستثمار في بعض التخفيضات اللي بتحصل دي كلها غير مسبوقة. والنهاردة احنا واحنا بنعلنها احنا برضو بنشتغل على الترويج لهذا الكلام في الخارج، لان جزء من خطتنا طبعا مع تيسير الاجراءات للمستثمر المحلي ان احنا نجتذب الاستثمار الخارجي ونزود هذا الموضوع، لان هو ده اللي هيساعدنا في خلال الفترة الجاية. وعشان كده برضو يعني الحقيقة السادة الوزراء المجموعة الاقتصادية حريصين بكل الحرص ان هم بيخرجوا وبيتكلموا مؤتمرات ومنتديات الاستثمار. وزي ما قلت لحضراتكم الحمد لله ردود الافعال اللي جاية من اللقاءات اللي عقدوها في الخارج
شديدة الإيجابية عن الأوضاع والإصلاحات اللي مصر بتقوم بيها. فده بيدينا يعني حافز أكتر إن إحنا عشان كده بنعلن على مزيد من الإصلاحات ونؤكد إن الدولة مستمرية في هذا النهج. عشان بس أقول هذا الموضوع، بالتأكيد كل الإجراءات دي غصب عننا، إذا كنا نفسنا بنأمل إن التضخم ينزل بصورة كبيرة وأسرع أكيد كنا كلنا عارفين ونتمنى هذا الموضوع، ولكن غصب عننا نتيجة لهذه الأزمات الغير مسبوقة التضخم هينزل، ولكن يمكن مش بالسرعة اللي احنا كنا عايزينها. ولكن تاني بفكر مستهدفاتنا إن شاء الله قبل نهاية 25 نكون نزلنا عن 10%، وده اللي احنا شغالين عليه. ممكن يبقى وارد ان احنا كنا نأمل ان الشهر ده يحصل فيه انخفاض، ما حصلش، لكن ده ما بيخليناش نحيد عن الخطة والهدف اللي احنا شغالين عليه ان قبل نهاية 25 يكون التضخم نزل مدون 10%، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه كمجموعة اقتصادية كلنا في هذا الشأن. رأس الحكمة ده جزء من تفعيل سياسة ملكية الدولة، والدولة تاني مستمرة في هذا الموضوع، وانا وعدت حضراتكم قريبا جدا هيتم الإعلان عن عدد من الصفقات وعن عدد من الطروحات الجديدة اللي الدولة إن شاء الله هتعلن عنها في هذا الموضوع. تاني، إحنا مش بنشتغل بمنطق ما يعني اتقال في وقت من الأوقات كلمة فاير سيلينج، يعني إن أنا ببيع نتيجة للاحتياج، لأ، إحنا هدفنا تعظيم أصول الدولة، وبالتالي إحنا النهاردة في المرحلة إذا كان هناك أصل ما جاليش عليه عرض مناسب انا مش مجبر ان انا عشان مجرد ان انا اعلنت ان انا هتصرف فيه ان انا اعمله لمجرد ان انا اقول ان انا عملت. دي لازم تبقى امور واضحة ولازم كلنا نبقى نعي هذا الموضوع، وعشان كده احنا بنتحرك في هذا الملف بقوة وحريصين ان احنا هنستمر فيه في خلال الفترة الجاية. موضوع الاي ام اف اعطى اسيب بقى المعالي وزير المالية ان هو يرد، ولكن لا هناك تأجيل، يعني الموضوع ده كان هو رغبة من الصندوق نفسه، قالوا عندهم الاجتماعات، أرجو بس حضراتكم الاجتماعات السنوية المقررة للصندوق هتبدأ يوم 22 ل 26 في واشنطن، والحقيقة السيد المحافظ البنك المركزي، السيد وزير المالية، المجموعة الاقتصادية كلها هتبقى هناك، ودي اجتماعات بتبقى اجتماعات مهمة جدا. فعشان كده كان هو رغبة الصندوق اللي قال خلينا يعني بعد الاجتماعات، لأن كل أفراد عمل الصندوق قاعدين بيحضروا لهذه الاجتماعات، فقالوا احنا مش هنبقى فاضيين في شهر اكتوبر ان احنا نيجي طبقا لقانون مقرر. فتم التوافق معاهم ان احنا هنرجع الموضوع بمجرد ما تنتهي الاجتماعات، هتبدا البعثه تمارس عمليه المراجعه ان شاء الله. واللي يعني انا عايز اطمن حضراتكم ان احنا الحمد لله تقريبا يعني ليس من قبيل المبالغه كل المستهدفات اللي كان يعني محطوطه لينا اتحققت يعني الحمد لله في هذا الشأن.